بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عايز أتكلم مع مرضى السكر عن موضوع مهم، حاسس إنه برضو في معلومات فيها غلط كثير جدا والناس بتتداولها مع بعض، وهي مشكلة الأنسولين، استعمال الأنسولين في مريض السكر. مش بتكلم عن النوع الأول، ده بياخد أنسولين من أول مرة. النوع الثاني، كل الناس معتقدة أن الأنسولين ده يتاخد في المراحل الأخيرة من السكر، أو هو انتقال لمرحلة أسوأ، أو هو عقاب لأن أنا ما التزمتش طول عمري بالعلاج، فبالتالي خلاص بقى هستعمل أنسولين. جزء من المفهوم الخاطئ عن الأنسولين على فكرة جه نتيجة للأطباء نفسهم في الفترات السابقة كانوا بيستعملوا الأنسولين كنوع من التهديد، يقولوا المريض لو ما التزمتش المرة الجاية هديك أنسولين، لو ما حصلش هديك أنسولين، فكون نحطه له بشرط لو ما حصلش هدي لك انسولين، معناها ان ده عقاب، فالمريض خدها على طول، استقبلها ان ده نوع من العقاب. الحقيقه ان المعلومه دي غلط خالص. اي حد عنده سكر وعنده نقص انسولين في جسمه، مرض سكر بنكرياسي ضعيف بيطلع انسولين اقل من احتياجي، زي اي واحد عنده دخل وعنده مصاريف عنده عجز. اقراص السكر وتنظيم الاكل والرياضه بتقلل احتياجك من الانسولين وتنشط البنكرياس يطلع انسولين. طول ما انت قادر تحقق هذه المعادله فسكرك منضبط. مع مرور السنين البنكرياس يضعف بالتدريج، مخزونه يقل الى ان يصل لمرحله لما تنشطه بالاقراص ما بيطلعش انسولين كافي، فساعتها هتحتاج انسولين من الخارج لانك بنكرياسك ما بقاش فيه. مش مرحله وحشه ولا حاجه، ده احتياج. احتياج زي ما انت بتزود قرص فوق قرص، ما هو ده احتياج، يعني القرص لوحده مش نافع فهتدرج دوايين الدكتور اقرص، اسمه احتياج لان الواحد ما كفاش. المهم انك بتخلي سكرك منضبط طول الفتره عشان ما تستناش تحصل مضاعفات. ده بالعكس، ساعات في ناس لما بتاخد الانسولين من الاول لفتره، بمعنى يعني عشان في ناس بتخاف تقول لك اصل اللي بياخد الانسولين بيتعود عليه، الموضوع ده مش صح. بدليل الحامل بتاخده سنتين ونص وتبطله وترجع تاخد اقراص، ما تعودتش ولا حاجه، هي خدته لظرف معين. الانسولين ماده طبيعيه ما عملتش تعود. لو واحد داخل يعمل جراحه بياخده في شويه وبطله، لو واحد اكتشف سكره اول مره وعالي جدا بنديله انسولين اسبوع اثنين ثلاثه لغايه ما ننزل السكر، بالعكس ده بيحافظ على البنكرياس مش بيتعبه، بنرجع نديله اقراص. اذا الانسولين ماده طبيعيه ربنا خلقها في جسمنا، حتى الحقن دلوقتي بالاقلام ما بقاش الانسان يحسها، او حتى بالسرنجات الجديده مش مؤلم، ملهوش تقريبا اثار جانبيه غير لو استعمل غلط، الدكتور ابتدى او المريض خد جرعات اكتر من احتياجه فبالتالي يجيله نقص سكر بس زي اي حاجه في الدنيا. لكن لو استعمل بطريقه صح وبالتدريج لغايه ما يوصل للجرعه اللي محتاجها هيوصل لهدفه، وباقل كثير جدا مضاعفات من الاقراص لانها مواد كيماويه البني ادم مصنعها، لكن الانسولين شيء طبيعي. فلو الدكتور قال للمريض انت محتاج انسولين لان فشلنا بالاقراص للوصول للهدف، ارجو انه ما تقعدش تاجل هذا القرار وتسيب سكرك عالي عشان خايف من الانسولين لغايه ما يجي لك مضاعفات. فهو ماده طبيعيه يستعمل في بدايه السكر وقد يستعمل في اي مرحله من المراحل حسب الاحتياج، وما هوش لا عقاب ولا سلاح تهديد. وشكرا.